مشاهدينا للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكوتي. أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا. يعني بالطبع الأسواق تترقب يوم غد صدور أرقام الوظائف غير الزراعية، ويوم أمس كان صدرت أرقام الوظائف الخاصة الADP، ولكن دعنا يعني نتحدث أو نقول أن البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا هي حقيقة متباينة، يعني من ناحية بيانات تدعم مسار خفض الفائدة، ومن ناحية أخرى بيانات تظهر قوة كبيرة للاقتصاد الأمريكي. برأيك يعني ما هي البيانات التي سترجح كفة الفيدرالي؟ يسعد صباحك نوف، شكرا للاستضافة. نعم، كما ذكرتي بيانات مختلطة بالنسبة للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، النمو يعتبر جيد، أسواق العمل لا تزال تعتبر مرنة، بالمقابل التضخم لا يزال هناك بعض الإشارات بثباته. عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية على ما أعتقد جيروم باول واضح بالنسبة للتحركات القادمة، قد يكون مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي هو أحد المؤشرات التي ينظر لها الفدرال الأمريكي، وقد يتجه إلى تغيير السياسة النقدية بناء عليه. داتا ديبندنت كما هو معتاد الفدرالي الأمريكي هو رد فعل على البيانات الاقتصادية. أسواق العمل تنتظر بكل تأكيد يوم الجمعة قراءة مهمة على ما أعتقد الفدرالي الأمريكي أو جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأخير أشار إلى أنه أسواق العمل سلبيتها قد تكون هي مغيرة بالنسبة للسياسة النقدية، لكن إيجابيتها قد تكون هي تستمر بالسياسة النقدية على حالها. ما أعطى الأسواق العمل في الفترة الماضية القوة، قراءات تعتبر حتى الآن جيدة في ظل السياسة النقدية التشددية الأكثر تشددية حتى منذ الثمانينيات في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، هو ما عزاه جيروم باول المهاجرين. المهاجرين بكل تأكيد أعطى زيادات لأسواق العمل خاصة في البارت تايم جوبز. عندما ننظر إلى أسواق العمل أيضا بالبيانات الأخرى الISM أو حتى الADP، هناك بعض التباطؤ، لمحة من التباطؤ. بكل تأكيد أسواق العمل بشكل عام هو lag indicator، يعطيني إشارات قد تكون متأخرة بعض الشيء عكس النمو الاقتصادي. ما يتمناه على ما أعتقد جيروم باول هي وصول المرحلة أن يكون النمو الاقتصادي عند أرقام تعتبر إيجابية وانخفاضات PCE وليس التضخم مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي عند مستويات 2%. ما ألمح له جيروم باول بالأمس هي إشارات على ما أعتقد قد تكون واضحة بعض الشيء عكس ما أظهره في التفاؤل في المؤتمر الصحفي بأن الطريق لا تزال هناك طويلة، حتى أن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان هي مؤلمة للاقتصاد كاستمرار بالأسعار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول. فهنا على ما أعتقد أن جيروم باول سوف يتجه كرد فعل للبيانات الاقتصادية، أي إشارات لوصول التضخم إلى مستويات 2% سوف تكون هي دافع للفدرال الأمريكي، وأنا أعتقد حتى الآن لم نصل لها نوف، حتى لو ننظر لها إحصائيا بعد 3 أشهر على ما أعتقد قد تكون المهمة أصعب بالنسبة للفدرال الأمريكي. التضخم هو عبارة عن 12 شهر قياس 12 شهر، عند إزالة 3 أشهر القادمة في القراءات القادمة بعد 3 أشهر سوف نزيل القراءات 5% إلى 4%، أي ستكون عند قراءات 12 شهر بين 3.9% إلى ما يقارب 3%، فبالتالي قد تكون هناك إمكانية وصول زيادة أخرى. فعلى ما أعتقد التخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة قد يكون هو توجه للانتخابات الأمريكية حتى وليس فقط للاقتصاد. يعني برأيك أنه ممكن أن نشهد سيناريو بحيث أنه ما يكون هناك 3 تخفيضات لأسعار الفائدة بل ربما خفض واحد فقط؟ يمكن نوف، أنا من 5 أشهر كنت أحكي أنه الأسواق بالغت بتوقعاتها بالنسبة لإمكانية أو تسعير تخفيضات الفائدة. 3 تخفيضات فائدة كنت قد ذكرت سابقا، سوف أكون متفائل جدا بذكر 3 تخفيضات أسعار فائدة في ظل كانت الأسواق تعتقد ب5 أو 7 تخفيضات فائدة. حاليا على ما أعتقد مع الأرقام الاقتصادية مع مرور الوقت على ما أعتقد أنه ممكن يكون في عندي تخفيضين فائدة في شهر 6 أو شهر 7 وشهر 9 قبل الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، ثم قد نشهد إمكانية عودة التضخم لتسجيل بعض الارتفاعات. عندما ننظر إلى المعطيات للخدمات، تضخم الخدمات نوف قد يكون عالق بعد الشيء، قد يكون راسخ اقتصاديا، بالرغم من أن قراءة الISM من بارح كانت أعطت بعض التباطؤ، وهو ما تكون هي الباد نيوز يمكن جود نيوز بالنسبة للإنفليشن، قد تكون جيدة بعض الشيء بالنسبة للتضخم، لكن لحتى الآن قراءات كانت متتالية توسعية فوق 50، فعم بيعطيني إشارات إلى أنه التضخم في قطاع الخدمات قد يكون راسخ اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يعطيني فكرة بأنه وصولنا لشهر 9 القادم على ما أعتقد
في الربع الثالث أو الربع الرابع يعني ممكن يكون في عندي قراءات أعلى للتضخم، مما قد تعطيني فكرة بأنه دورة التسهيل الدورة التسهيلية لن تكون متتالية بالنسبة للفدرال الأمريكي. وهنا ما قد يكون المهم نوف، وما قد نسمعه بالسرد في الفترة القادمة عند بدء تخفيض الفائدة، هل سيكون تخفيض الفائدة لمرة واحدة أو هي دورة تسهيلية بالنسبة للفدرال الأمريكي؟ على ما أعتقد الجواب حاليا بالنسبة للفدرال الأمريكي وبالنسبة لجيروم باول هو متابعة البيانات الاقتصادية خوفا من أن يعود التضخم لتسجيل ارتفاعات، وهو ما جلنا أخشى أن نعود لارتفاعات التضخم وأن تكون تخفيضين فائدة في عام 2024 هو تخفيضات للانتخابات الأمريكية وليس تحريكا اقتصاديا. طيب أحمد، دعنا نتحول الحديث عن أوروبا. يعني يوم أمس صدرت بيانات التضخم في أوروبا أو في منطقة اليورو وأظهرت تراجع التضخم بشكل كبير. هل ممكن أن نرى سيناريو بحيث يخفض الإي سي بي أو حتى البنك أوف إنجلند ربما أسعار الفائدة قبل الفيدرالي؟ يمكن الحالة الاقتصادية بالنسبة لأوروبا تستدعي تخفيض الفائدة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. لو نظرنا الحاجة النمو الاقتصادي قراءات مسطحة في الاتحاد الأوروبي بالفترة الماضية قراءات عند 0%، بالتالي تعطيني إشارات إلى أنه الاتحاد الأوروبي يحتاج تخفيض الفائدة لمحاولة دعم الاقتصاد من ناحية. من ناحية أخرى يمكن أكثر المتفائلين في العام الماضي بالاتحاد الأوروبي أو بالاقتصاد الأوروبي كان لا يعتقد بأن وصولنا إلى 2.4% بالنسبة للتضخم وارد في عام 2024. توترات واضحة في الاقتصاد الروسي مع أوكرانيا، وبالتالي إشارات قد تكون هناك لأنه أن يكون التضخم يسجل بعض الارتفاعات 2.4%، قراءة تعتبر ممتازة جدا، قراءة ناعمة بالنسبة للتضخم في الاتحاد الأوروبي، بالتالي قد يعطيها الحق على ما أعتقد بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة بشهر 6 بالنسبة للاتحاد الأوروبي. قد يستبق الاتحاد الأوروبي وحتى بنك بريطانيا الفدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، لكن ليس لفترة زمنية طويلة، على ما أعتقد قد يكون شهر بالنسبة للاجتماعات. طيب أحمد، دعنا نتحدث عن الذهب قليلا. يعني نشهد بالطبع تحطيم مستمر لأسعار الأرقام القياسية لأسعار الذهب، ولكن الملفت أن هذه الأرقام أو الارتفاعات تأتي في ظل يعني عوامل عادة ما تضغط على أسعار الذهب، يعني سواء الارتفاع الدولار، ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حتى يعني حاليا الأسواق تسعر higher for longer rates. ف لماذا نشهد هذا الارتفاع المستمر على الذهب؟ وهل هناك أي عوامل ربما يعني تكسر أو تنهي هذه الرالي، تنهي هذا الرالي؟ نعم، يمكن الدافع الأساسي لتحركات الذهب بالفترة الأخيرة هي تحركات البنوك المركزية لشراءات الذهب بشكل كبير. يمكن الصين خاصة توجهاتها كانت واضحة لعمليات الشراء. لما ننظر إلى السلوك السعري قبل تحركات أو قبل تقرير مجلس الذهب العالمي، كنا محصورين عند مستويات ما يقارب 2080 إلى ما يقارب مستويات 2180. كانت واضحة التقلبات السعرية في تلك المناطق. عند ظهور مجلس الذهب العالمي بتقريره بأن الصين تتجه لعمليات شراءات بشكل كبير، أعطت زخم كبير بالنسبة للذهب من ناحية. من ناحية ثانية اقتصادية بكل تأكيد يمكن التوقعات واحتمالية الأسواق ومحاولة حتى تأكيدها بأنه تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 قد يكون هو التحرك الكبير. بكل تأكيد الذهب لا يدر ديفيدند، لا يدر عوائد، فبالتالي عندما تنخفض عوائد الفوائد بالنسبة أو تنخفض الفوائد في البنوك تتجه المستثمرات لشراءات عمليات الذهب. من ناحية أخرى التوترات الجيوسياسية، ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية هي عامل أساسي لتوجهات الاستثمارات إلى ملاذات آمنة وعلى رأسها بكل تأكيد الذهب. الأسباب مختلطة جميعا جاءت في مصلحة الذهب. قد يكون التحرك بعض الشيء بالنسبة إلي متأخر نوح، يمكن بالنسبة إلنا حتى لو نيجي نطلع على أرقام التضخم وارتفاعات الأسعار، فبكل تأكيد لازم يكون للذهب نصيب من التضخم المرتفع أن يكون هناك ارتفاعات لأسعار الذهب. جميع السلع سجلت ارتفاعات، فالذهب كان قد يكون وارد جدا أن يسجل ارتفاعات. بالنسبة إلي تأخر بالنسبة لعمليات ارتفاعات الذهب. المستهدف القادم على ما أعتقد 2343 قد يكون مستهدف تكنيكالي، مستهدف فني بالنسبة لتداولات الذهب. في اختراق بالنسبة للذهب قد نتجه لتسجيل ارتفاعات، خاصة التغيير الوارد بالنسبة لتحركات الذهب أو إمكانية التسجيل التصحيح. أنا أعتقد نحتاج نبرة أنعم بالنسبة للفدرال الأمريكي، وصول اتفاق كامل بالنسبة لأعضاء الفدرال الأمريكي للتوجهات بالنسبة للفوائد
يمكن لو أعطونا إشارات بشكل أكبر بأنه لن يكون هناك تخفيض أسعار فائدة في عام 2024 قد يعطي الذهب بعض التصحيح. لحتى الآن لا توجد تلك الإشارات كما ذكرت قبل قليل نورث بوستيك دالي ميستر، هناك بعض الاختلافات من ثلاث تخفيضات إلى تخفيض واحد. حالة عدم اليقين تتجه في الاستثمارات من الأدوات الاستثمارية إلى عمليات شراء الذهب. نحتاج نبرة على ما أعتقد نبرة باردة بالنسبة للفدرال الأمريكي لتوجهات تخفيض أسعار الفائدة، حينها على ما أعتقد قد نتجه لتصحيحات عميقة بالنسبة للذهب. طيب وماذا عن أسعار النفط؟ يعني نرى برنت اليوم قريب جدا من مستويات $90، برأيك هل يخترق تلك المستويات؟ أميل إلى ذلك نوف، يمكن أعتقد أنه في عنا لسه مجال لارتفاعات ما يقارب $7 بالنسبة للنفط WTI، يعني أعتقد مستويات 92، البرنت مستويات 96 إلى 98، يعني أعتقد قد تكون مهمة ومستهدفة في الفترة القادمة. يمكن اجتماع أوبك بلس بالأمس أعطى إشارات بلغة التمسك بالنسبة لي أو حتى التوحد بالنسبة لي أوبك بلس، ما لم نشاهده في اجتماع بداية العام من أوبك بلس عندما حصل خلافات على الحقوق الإفريقية. بالأمس لا بالعكس كان في دقة بالنسبة لأعضاء المنظمة، العراق كازاخستان أكدوا الالتزام بتخفيض الإنتاج للإيصال إلى المستهدف المتوقع بالنسبة للقراءات الربع الأول مع قراءات الربع الثاني. روسيا التزمت أيضا بالمستهدفات المتواجدة الطوعية للإنتاج ليس للتصدير، فبالتالي اللغة حتى الآن متواجدة لغة جيدة بالنسبة لأوبك بلس، ليس فقط في دافع العرض والطلب لا، بل لغة هنا توحد بالنسبة لأوبك بلس، فلذلك أنا أعتقد قد تعطي بعض التفاؤل لتوجهات النفط لتسجيل بعض الارتفاعات، وهي هنا أنا أعتقد نوف قد تكون رقم مع السؤال الأول. ارتفاعات النفط سوف تكون دافع بالفترة القادمة لارتفاعات أرقام التضخم. أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.